فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز تعلم كيفية تغسيل الميت وذلك بالتدرب على تغسيل رجل حي لكي ينظر الحاضرون كيفية الغسل؟ يا أخي أجيب واحد حي وتغسله، أحضر عند اللي يغسلون الجنائز، تعرف إن شاء الله، وادرس ادرس الفقه، أن الفقه فيه كيفية تغسيل الميت، وإذا بغيت العمل أحضر عند اللي يغسلون الجنائز، تعلم إن شاء الله. نعم.